أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن الشراكة بين مصر وقبرص ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل، مضيفا أن بلاده تعمل على تعزيز الشراكة مع مصر. وقال الرئيس القبرصي أنه اتفق مع الرئيس السيسي على عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية. وتعد الشراكة التي تربطنا مع مصر ناجحة لأسباب التالية: أولا، تتسم بالاحترام المتبادل والصدق، ثانيا، تواجه بمساواة تامة ودائما في إطار قواعد القانون الدولي، ثالثا، تقدم مصالح البلدين υπηρετεί εξίσου τα συμφέροντα και των δύο χωρών και διέπεται από ένα κοινό όραμα, όραμα που μοιραζόμαστε για μια σταθερή, ειρηνική και ευημερούσα περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.